كان لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم أثر كبير في نفوس المسلمين، لكن يبقى الوقع على الشاعر صاحب الأشجان ومثير العبرات وقعا مختلفا. فيقول حسان بن ثابت في رثاء النبي صلى الله عليه وسلم قصيدة يختم بها رحلته مع حبيبه: ما بال عيني لا تنام كأنما كحلت مآقيها بكحل الأرمدي، جزعا على المهدي أصبح ثاويا. يا خير من وطئ الحصى لا تبعدي، جنبي يقيك الترب لهفي ليتني، غيبت قبلك في بقيع الغرقدي، أأقيم بعدك بالمدينة بينهم، يا لهف نفسي ليتني لم أولدي، بأبي وأمي من شهدت وفاته في يوم الاثنين النبي المهتدي. يا بكر آمنة المبارك ذكره، ولدتك محصنة بسعد الأسعد، نورا أضاء على البرية كلها، من يهدى للنور المبارك يهتدي. يا رب فاجمعنا معا ونبينا في جنة تنبي عيون الحسد، في جنة الفردوس واكتبها لنا، يا ذا الجلال وذا العلا والسؤدد. يا ويح أنصار النبي ورهطه بعد المغيب في سواء الملحد، والله أكرمنا به وهدى به أنصاره في كل ساعة مشهد. صلى الإله ومن يحف بعرشه، والطيبون على المبارك أحمد.